العام 2022 فيه فنانون غيبهم الموت، وأيضا فيه الكثير من الأحداث كتلك المحاكمات المتعلقة ببعض الفنانين، وأيضا جوائز مختلفة على رأسها جوائز الأوسكار التي وزعت خلال هذا العام. كانون 2 يناير، وفاة المخرج السوري بسام الملا صاحب مسلسل باب الحارة. شباط فبراير، وفاة المخرج المصري القدير جلال الشرقاوي من يقف خلف مسرحية مدرسة المشاغبين. أذار مارس، اختتام أعمال معرض إكسبو دبي والذي حمل شعار تواصل العقول وصناعة المستقبل. تنظيم حفل جوائز الأوسكار، وويل سميث الفائز بجائزة أفضل ممثل يصفع الكوميدي كريس روك لسخرية الأخير من زوجته. نيسان أبريل، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم تختار القاهرة عاصمة للثقافة العربية والإسلامية للعام 2022. أيار مايو، وفاة الشاعر العربي الكبير مظفر النواب. حزيران يونيو، الفنان الأمريكي جوني ديب ينتصر في قضيته ضد طليقته أمبر هيرد. سبتمبر أيلول، وفاة الممثل المصري هشام سليم بعد صراع مع المرض. تشرين الأول أكتوبر، إيلون ماسك يستحوذ على منصة تويتر ويطرد عاملين فيها مسببا جدلا كبيرا. المغني الأمريكي كاني ويست يسبب غضبا إثر تصريحاته المعادية لسامي. تشرين 2 نوفمبر، عدد سكان الكرة الأرضية يصل 8 مليارات نسمة. كانون 1 ديسمبر، فيلم فرحة حول أحداث النكبة يعرض في منصة نتفليكس وغضب لدى أوساط إسرائيلية. سام، في هذا العام هناك الفنانون والمخرجون الذين غيبهم الموت مثل بسام الملا صاحب مسلسل باب الحارة، جلال الشرقاوي صاحب مسرحية مدرسة المشاغبين. طبعا ليست كل الأمور فقط تلك الحزينة، أيضا هناك تلك الصفحات المختلفة والمنوعة والمفرحة إن صح التعبير في العالم الثقافي. نعم، كانت شهدت رحيل بسام الملا آغا الدراما السورية الذي أخرج سلسلة باب الحارة الشهيرة التي حصلت على نسبة مشاهدة كبيرة ليست فقط في سوريا وإنما في العالم العربي. أيضا غيب الموت المخرج جلال الشرقاوي وأيضا الممثل المصري هشام سليم، ولكن أيضا الشاعر العربي الكبير مظفر النواب. ولكن عالميا كان الجميع يتحدث عن شقين، شق الأوسكار الذي اشتهر فيه صفعة ويل سميث لمقدم الحفل كريس روك الذي سخر من زوجة ويل سميث جيدة بنديكت بسبب مرض الثعلبة التي في رأسها وهي كانت حليقة الرأس، فخرج ويل سميث وصفعها أمام الملأ. هذه الصفعة التي دخلت التاريخ، اعتذار بعد يعني أسبوع لويل سميث الذي حصل وقتها على جائزة الأوسكار عن فيلم كينج ريتشارد، ولكن أفضل ممثل. وهناك أيضا فيلم أعتقد اسمه كوتا حصل على أفضل، كان أفضل فيلم في الأوسكار بالتأكيد. ولكن في هذه اللحظة ويل سميث طبعا بكى في بث مباشر، طلب الاعتذار من كريس روك الذي رفض الاعتذار. طبعا الأكاديمية قامت بإقالة ويل سميث من الأكاديمية في الأوسكار وقامت بمنعه من أن يشارك في أي حفل تنظيمي تنظمه أكاديمية الأوسكار لمدة 10 سنوات. بإمكانه الترشح ولكن لا يمكنه أن يقوم بالحضور. ولفت أيضا كانت محاكمة جوني ديب وإمبر هيرد الذي انتصر فيها جوني ديب ابن 58 عام الممثل الكبير على طليقته إمبر هيرد ابنة 36 عام. طبعا هو كسب هذه المحكمة. واللافت أن وقتها كان هناك استفتاء في الصحافة وفي الشارع الأمريكي الذي كان يشاهد محاكمة جوني ديب بالملايين على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من الحرب الأوكرانية وأكثر حتى من استفتاء الإجهاض الذي كان في أمريكا. وكانت هذه دلالة عامة واهتمام كبير، وحتى الآن يعني يقال أنه سيتم في العام الجديد تصوير فيلم جديد يحكي قصة المحاكمة بين إمبر هيرد وجوني ديب.